هنا مصنع أسمنت قنا. معجزة تحققت عبر 1000 يوم. كان هذا هو المشهد منذ 1000 يوم. صحراء مهجورة قاحلة، رمالها تشكو حرارة الشمس، العزلة وانتظار عودة الغائب يحمل مدخراته، ومرارة الغربة سمة الحياة هنا في قفل. وعبر 1000 يوم وحبات العرق تروي الصحراء الظامئة، وإرادة تواصل الليل والنهار لتجهيز وتسوية الموقع وإنشاء الطرق، إرادة تستلهم حكمة مبارك وأفكاره في إقامة مشروع قومي ضخم يساهم في تحسين مستوى معيشة الفرد. في قفط وعلى مساحة 3,200,000 متر مربع، كان هذا الصرح العملاق مصنع أسمنت قنا. كانت ذروة التحدي حين تبنى الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد مبادرة إنشاء مصنع أسمنت قنا لإنتاج خامة من الخامات الاستراتيجية المؤثرة في التنمية الاقتصادية، وتأسست بالفعل شركة أسمنت قنا في 25 مايو عام 1997 برأس مال مرخص به قدره 600 مليون جنيه، بمساهمات من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركتي مصر والشرق للتأمين والاستثمار الكويتية المصرية والمصرية للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ونخبة كبيرة من رجال الأعمال. وقد تمت تغطية الاكتتاب 11 مرة، ووصل عدد المساهمين بالشركة إلى 120,000 مساهم. يطلع الكلينكر بيعمل سامبلز عينة، وبعد كده لما يطلع اسمنت بيعمل سامبلز. المهم احنا متأكدين من هنا بالتحاليل الكيميائية كانت مظبوطة. وفي 17 يونيو عام 1999 تتعانق الخبرة والعراقة، ويتم التعاقد مع شركة اف ال شمت الدنماركية التي تعد من أعرق الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الأسمنت. وبرؤية ثاقبة تم الاتفاق مع شمت على توريد معدات المصنع بالكامل من أوروبا الغربية، كما تم الاتفاق مع الشركة العربية السويسرية أسك، وهي من أكبر بيوت الخبرة في صناعة الأسمنت في الشرق الأوسط، على مهام الإشراف على التنفيذ والتشغيل والإدارة والرقابة والصيانة. لهيب الحماسة في نفوس الرجال لا تعادلها حرارة شهور الصيف بأكملها. لقد شمرت الوجوه السمراء عن سواعدها وأعلنت ثورة التغيير، واختلط صوت الأوناش والماكينات بصوت الغضب المكتوم عبر آلاف السنين. قد بلغت كميات الحفر والردم لتسوية الموقع أكثر من 5.5 مليون متر مكعب. وفي غضون شهور قليلة وقبل الموعد المحدد يتم تجهيز وتكشيف محاجر الحجر الجيري طبقا للخريطة الكونتورية للمرحلة الأولى من الاستغلال بأحدث تكنولوجيا في التعدين السطحي. قد بلغ احتياطي خام الحجر الجيري بالمنطقة حوالي 88 مليون طن، مما يكفي لتشغيل المصنع لأكثر من 50 عاما، ويمكن زيادة الاحتياطي ليصل إلى 128 مليون طن. المتابعة لا تتوقف، وتقييم الأداء في الموقع لحظة بلحظة،
يتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وبناء صوامع الكلينكر وصوامع التخزين الثلاث، ويتم تركيب خط الفرن على قواعده، والانتهاء من كافة الأعمال الميكانيكية، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة محولات قدرها 11 على 66 ألف كيلو فولت بقوة 75 ميجا واط، وتغذيتها من مصدرين أساسيين بالشبكة الرئيسية لمواجهة أي احتمالات لانقطاع التيار الكهربي. وتبدو الإشارة هنا إلى أنه تم تطبيق كافة المعايير والشروط للمحافظة على البيئة عن طريق التحكم في الانبعاث من المداخن والصرف الصناعي باستخدام فلاتر عالية التقنية وتكنولوجيا تصنيع متطورة تضمن عدم تسرب أي أتربة أو عوادم أو مخلفات تلوث البيئة. تصل طاقة إنتاج الخط الأول في مصنع أسمنت قنا إلى 1,400,000 طن سنويا، وبمعدل 4,500 طن أسمنت يوميا. وقد كشفت اختبارات الجودة والتي قامت بها عدة بيوت خبرة عالمية ومحلية أن أسمنت قنا يفوق المواصفات القياسية المعترف بها عالميا ومحليا لتقييم الأسمنت البورتلاندي، وعلى رأسها المواصفات القياسية البريطانية والمصرية. هذا وقد تعاقدت الشركة مع مركز بحوث البناء التابع لوزارة الإسكان، وكذلك الهيئة العامة للتوحيد القياسي التابعة لوزارة الصناعة وكلية الهندسة بجامعة أسيوط وكلية العلوم بجامعة عين شمس على عمل اختبارات مراقبة الجودة بصفة دورية شهريا، علاوة على التحاليل الكيميائية والفيزيائية التي تتم بمعامل الشركة كل ساعة على مدار 24 ساعة لضمان جودة منتج أسمنت قنا. إن منتجا بجودته الفائقة وبقربه المكاني من المشروعات الكبرى في إقليم جنوب الوادي قد حفز شركات المقاولات الوطنية على التعاقد الفوري على تغطية احتياجاتها، وفي مقدمتها شركات المقاولون العرب وشركة النصر العامة للمقاولات وحسن علام وشركة المقاولات المصرية وشركة النصر للأعمال المدنية وشركة أبو قسطور في تشكى. هذا علاوة على التعاقدات مع تجار المناطق المحيطة من المساهمين بالمشروع والتي بلغت أكثر من 1,000,000 طن. وقد تم وضع خطط تسويقية على أعلى مستوى علمي للوفاء بكافة خطط التنمية في محافظات جنوب الوادي، وتمهد للتصدير فيما بعد. إن مصنع أسمنت قنا هو إشارة البدء لقاطرة التنمية أن تنطلق في جنوب الصعيد في إطار خطة متكاملة للنهوض بمنطقة جنوب الوادي. أسمنت قنا خبراء البناء.